هذه الذواقة باختصار لقوى تنافس استعان. اضيف بس لكلامك لان نقطتين بس. الاولى انا ابشر والله على خشب سم اللي فهمان في الطبخ بالله يساعد صالح. صالح موجود قاعد يعمل الاكل فهد اي حد يتطوع طيب ابشر صلوا على النبي. نقطتين الاولى والله ما اعرف الاولى حديث النبي عليه الصلاه والسلام او مقوله عمر ذكرني يا وايد ابو سعد المؤمن مراه اخيه المؤمن حديث ولا عمر بدر المهم ان انا مراتك وانت مراتي ولا شفت خطا بالسر والافضل انك تصحح الخطا بدون ما تجرحني لبيك ما بال اقوام الشيء الثاني ما بال احسنت الشيء الثاني مثال ركان صوته جميل هو بالفعل صوته جميل مبدع اجي انجح موهبته هذه ما طقطق عليه وتنمر والله انك صادق هذا الكلام وائل مرح وروحه حلوه صوته جميل بس بعيد عن الجاد بس ما هو منشد امدحه لا تنمر عليه ابد لان الكلمه الجارحه ترى اظن والله يا اخي بالله يا ابو راشد الله جل وعلا في توجيه بس توجيه اخي الرباني توجيه من الله قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم قولوا قولوا اطيب كلام عندكم صحيح لبيك تفضل صلي كلنا صليت نعم انا قد اوتر انا كم ساعه يا شباب تفضل يا محمد صلي لكم صلي يا رب بالله ان ابو ابراهيم يعطيني ثلاث ايام اروح صوب الديره صوب الوالده اي والله اكتب معروف يا رب ما تدري يا رب غلامي امين يا شباب امين وانتم ان شاء الله بعد كلكم معليش لبيك ابدا على كلام والله ما قصر راكان صدق وش رايكم حتى من اليوم نبدا نواظب على صلاه الوتر اي والله والله انا اول واحد مقصر فيها نبدا كل يوم ان شاء الله نصلي صلاه الوتر احسنت طبعا هي ركعه ثلاث كل واحد يصلي في مكان يبغى احنا ليل الفجر احنا موجودين ليل الفجر ونركز على الصلاه بعد لو دقائق نصلي الوتر كل واحد ترى لو بعد لا لا لو تجيبها بدري من جد ايش لها وقت من بعد العشاء ليه صلاه الفجر افضل شيء من الساعه 12 الليل من تصلي الليل انت تختار الوقت اللي لا يتركون ايش فضل الله سبحانه اقسم بالله يا جماعه انا ها وين راسك ركعتين ركعه اي شيء تكفي او ركعه واحده سالفه يا جماعه يا جماعه اقلها ركعه يا جماعه جيب اثنين طيب جيب اثنين حتوطع في الكاميرات ايش المشكله هذه بينك وبين رب العالمين النيه انت بنيتك القبول والاخلاص من رب العالمين بعدين يمكن حتى تصلي يمكن بعدين تصلي انت وطلعت الكاميرات وجاك واحد يطقطق عليك مثلا اذا طلع المقطع لا ما يطقطق ما عليك منه ما يطقطق بالعكس تنقل صوره طيبه يا اخي يا بعدين يا مسلم تفيد الناس انت ما ظهرت هنا لك صليت على النبي اسلم لازم ارفع صوتي اسمع تنكر شوفوا يا جماعه يعني ما شاء الله والله فضل صار فضل عظيم منها والله قصر قلت انا اليوم عشان السياره اقسم بالله حل القسم يا جماعه انها يعني من اعظم بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله اوقاتكم بكل خير والله عصات الوتر صحني بعدين قصرت واضفت عصات الوتر اصلي وادعي 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 اقسم بالله صح ان الله ينزل فتره الخير من الليل يقول هل من داعي فاستجيب له هل من ايش استغفر الله انا قاعد اصلي وادعي 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 واقول الدعاء سبحان الله ربي اعطاني سؤالي وفي حتى اشياء ثانيه كنت ادعي قبل كنت اقدم على وظيفه اقدم ادعي في صلاه الوتر اصلي صلاه الوتر وادعي يا رب وفقني بوظيفه سبحان ربي اعطاني سؤالي والله لو احنا بس ذكرنا ابو راشد انت اي واحد ذكرنا اليوم الثاني سينا كل واحد لا يحتاج احد يذكرك فذكرنا لو وراك دوام او عزيمه او عرس والله ما حد يذكرك ذكر نفسك بنفسك بس الكسل في الانسان في الدين وده ان فلان يذكره ولا يذكره الله يجيه اي والله والله انها فرصه عظيمه والله العظيم والله يا ابو راشد انها فرصه ها شوف ربي كتب احنا يكون وقت نام من الساعه 9:30 لين الفجر وقت ذا فيها صلاه الوتر والله انها ذهب هذه ذهب الحاله صلاه الوتر فرصه ورب قلتنا فرصه طب التوفيق الله يجزاك الله خير والرزق عليك صلاه الضحى والوتر طبعا بوصي بس جزاك الله خير والله ودي الوصيه هذه تناقلونها ترى فقرات حتى المقدمين يا اخي احترمهم جايين والله من بعيد صح والله لا بد ان نسمع انا ملاحظ شيء بيننا مهم مشكله بيننا بنمشيه بس انت جايك مقدم ضيف والله من اشغاله شبانه عشان يفرحك ساعه والله عشان يقدم الفقره حقته انه يتعب فيه وينجح فقره تراك بذمتك شراكه حركتهم
مع سعد لا قطع الكاميرا شوف صلوا على النبي بشكل عام عاد ما اخطوا الزملاء كل المقدمين تكلم انه ترى يجي يترك رجعت بقره انا داخل متسابق اللهم الوايل معليش براشد اللهم الوايل ما اهدى اهداه له بالمناسبه بالضبط كان قلت لك والله 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 صدق والله ما قلت رسائل والله لا لا اخواننا والله المتسابقين والله اني قسما بالله ترى حتى المقدمين والله لا بد انهم يحترمون فخرتهم اكيد صادق يا اخي انك اذا اشوف اشوف بعض المقدمين للامانه اذا دخل والله يتعب عشان يقدم فقرته ونجح المشكله احنا قاعدين يعني تدري وش المشكله ان الـ ما هديت وش وانا كان ودي اهدي كان السبب والسبب والسبب مشاركه الشباب واحد قال اعطنا مشاركه اعطاه قصه انا ما لا والله اني صادق والله يا جماعه والله عشان ننجح في البرنامج لابد كلنا نحترم البعض أزل. متسابقين ومقدمين واداره وبرنامج مشاهدين يا دوحنا يا براشد ما تصفق يا دوحنا والله ما تصفق اذا ما غدينا عيال رجال واحد تكاتفنا والله ما ننجح احنا كبار كلنا لو ما احنا في حصص مدرسيه نعم حصص مدرسيه المدرس مثلا يجي ونشاغب وكذا خلاص يا احنا رجال يا اخواني اهدا عندي انت رجال تقيد فيك طيب اهدا يا رب قبل ما شوف غير السيف تقيد فيك بعلمك لو نجح وائل تراني نجحت انا نعم انا رفيقي بعدين ترى الجمهور ما يذكرون انا لاحظت وفشل انهم يذكرون البرنامج ما يذكرون الاشخاص يعني خاصه الجمهور دائما اشوفهم يثنون على برنامج المجره يثنون على برنامج سهم لانه نجح المجموعه كلها ما يذكرون شخص في برنامج الهاتف نجاح الشخص نجاح من نجاح المجموعه والله انه اذا نبي نجح والله ما ينجح والله ما يقول ابو راشد هو اللي نجح وفشل الغير ما يرفع منك ترى اذا فشل احد فشل ما يرفع منك اذا فشلت مشروعه ما يرتفع مشروعه رفيد حب لي اخيك ما تحب نفسك يا سلام درر نصيحه يا رجل رفيدك لا تغلط عليه قدام الناس عشان تطلع انت رفيدك اهم من الناس كلها وزله وارد زله وارد طيب عندي هدايا لا الحقيقه الغايبه وصعدنا فرصه يا سعد الاداء يا تروح تسلم يا وائل ترى متعمد يبغى نقطه يسوي نقطه عشان يروح هذا والله ما يعجب العجب ولا سلام رجع صح صادق دائما ما تعجبك مشاركات مدري ليش فيه نقطه معك عاد سويت عليه ترى والله انا عندي غالي يعرف هذا الشيء ويعرف هذا الشيء بضيف انا ابد حبيبي ابو منجاد راح كنت بقولها قبل شوي يعني في تداخل الاصوات هذه خلاص عرفناها في شيء ثاني لاحظت لما مثلا زي قبل شوي انت قدمت فقرتك تمام تكون في جلسه قريبه جلسه دوك ترى ازعاج وصواتهم تجي في المايك بس ينتبهون بس الجلسه الثانيه انهم خلاص في فقره هنا قصروا صوتكم خلوا سوالفكم قليله صح هذه انا لاحظتها حتى هناك ترى اللي فوق اللي كنا مسويين فقره هنا اللي فوق اوكي مثلا واحد اذن او انه قاعد يقول قصيده وانه يصيح صوتك ترى نازل تحت طيب متى التصفيق طيب. والصياح والتصفيق مع النبره التصفيق ما نبغى فقره فصله التصفيق يا رب يا اخوان الهدايا تكلم بس الهدايا انتوا فصلتوا علينا خلاص والله انا صادق نواف بالله دقيقه الهدايا يا ابو ايه نقطه نظام اهداك يا وائل والله اهداك وائل والله يا اخي هناك ما خلوني اهدي وهناك مدري يلا يا اخوان وهنا ابو راشد مستلم مخب ليه ابو راشد لا تدري اعتداءات نتكلم عنها اهم شيء النظارات ايوه ادائك من هذا المنبر احب ابارك صالح صوتك جميل ياسر ياسر صوتك جميل وفعلك ليس جميل تفضل صادق صادق بس شوف يعجبني انك تمدح الشيء وهذا لابد بس يا اخي خلوني اهدي يا اخي خلوني اهدي يا اخي ايش هذا يا ابو امجد الان طلع بارك ناخذ فكره الاهداء من اخوائي طيب ما ادري ما اخذت فرصتي مع الشيخ سعد طيب احب من هذا المجلس المبارك وجودكم جميعا اني ابارك لبنت اختي لجين مزمل عبد عثمان وايش الاسم ما يضحك اتوقع لا والله بالعكس هذا يكمل يا واحد واخوها متوكل عبد متوكل ولا كامل متوكل مزمل عبد عثمان طه بمناسبه حصولهم على المركز الاول في حلقه التحفيظ ما شاء الله في 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 حلقات في تحفيظ وهذا هو والله هو النجاح الحقيقي التميز في الدنيا والاخره فانا من هذا المنبر ابارك لهم واشكركم اعطيتوني فرصه على خالهم شكرا والله والله بعد صلاه الفجر باقي الله يرفعنا الراس وحنا نبارك لانفسنا وجودك معنا في البرنامج الله يسعدك لا 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 ما نبغى مدحس خاص ما نبغى نابغه احنا قلنا مجموعه هذا الشخص يا جماعه انا بعطيكم احنا حاسبين عليك باليوم انا استكشفت ابو صالح تفضل ما شاء الله صحراء قاحله وجدته مدرس حلقه قران والله هذا شرف ووسام لنا جميعا نعم حتى بعض الشباب يخطئون في بعض الحاجات فابو صالح ما شاء الله انا والله هذا مما شرفني الله وبسال الله يثبتنا على هذا الطريق اي والله واحد من الطلاب قال لك في احدى الصلوات ويل ويل صار في الحلقه ينادوني استاذ ويل توصل يلا كم الساعه الساعه 3 هذا من المنبر
باقي ربع ساعة لذا. باقي ربع ساعة على ان استغلها لكن الجلسة معكم ما تمل يا اخوان. انت وين تروح؟ ها ابو راشد 15 دقيقة. ها؟ باقي 15 دقيقة. قم وصلي كابد الليل الطويل ان شاء الله.